السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. ايه هو البرودكاست؟ هو يعتبر تطوير للراديو، تقدر تعمل محطة راديو خاصة بيك ومن غير تكلفة تقريبا. كل عليك ان انت تسجل حاجات بصوتك وترفعها على اي موقع من مواقع البودكاست. انا لقيت موقع جميل ومريح اسم بوت بين، بتقدر تقول له انا عايز مثلا ارفع الملف صوت، وليكن مثلا حاجة زي كده، هقول له نيو، بعد كده بختار الملف اللي انا عايز ارفعه بالشكل دوت. على سبيل المثال اهوت، اقول له اوبن، فبيبدأ يرفع الملف. تقدر تكتب الاسم بتاعه بحيث ان اي حد عنده اي برامج البرودكاست يقدر يستمع للملف اللي انت عامله، هو في العربية، هو ماشي، هو بيستحمى، يبقى الموضوع سهل. تمام، بيقعد فترة قليلة لحد ما يرفع الملفات، وبعد كده تقول له بابلش ناو زي ما مع بعض، وتقدر تشير الملف اللي انت رفعته دوت على الفيسبوك او تويتر او لينكد ان ويوتيوب وهكذا. طيب ممكن اقول له بعد كده بابلش ناو، بيقول لي انت رفعت 3 ملفات النهاردة، دول كفاية. تمام، دي اللي النسخة المجانية. تمام، المفروض كل يوم ترفع 3 ملفات، ودي حاجة كويسة جدا، يعني ما اعتقدش ان حد يقعد يسجل اكتر من كده. تمام، فبعد خلينا نختار مثلا ملف زي دوت اهو، تقدر تكتب الاسم والتايتل والديسكريبشن وهكذا، وممكن تختار بقى نوع الحالة دي، هل هي حالة كاملة ولا جزء منها وهكذا. وهتلاقي هنا الرابط لو انت عايز تغير الاسم. تمام، تقدر تقول له بابلش ناو، دي الحاجات الجنرال الخاصة بالصفحة. ممكن تغير مثلا الصورة، دي الفيد بحيث ان انت مثلا في لينك يو ار ال، ممكن تاخد الرابط دوت وتحطه في المواقع الخاصة بالبرودكاست. مواقع البرودكاست مش بترفع بقى على ملف واحد واحد، تديله ار اس اس بحيث ان اول ما ترفع اي حاجة تظهر عندهم كله. فانت ممكن تاخد الار اس اس ده كوبي، واي موقع مثلا زي اندرويد او اي موقع من مواقع، في مواقع كتير جدا خاصة بالبرودكاست، تاخد الرابط ده دي عندهم، بحيث كل ما ترفع الملف يظهر عند الناس كلها ان في حلقة جديدة ظهرت عندهم.